السؤال الثالث النهارده اللي جه على صفحتنا، سائل بيقول: كنت أصلي يوم الجمعة الماضي وكان الشيخ معترض على قراءة القرآن الكريم قبل صلاة الجمعة وقبل صلاة الفجر، وبيقول إن دي بدعة وإنهم بياخدوا عليها أجرة، وبدأ يلوح بدون ذكر أسماء يعني على بعض من كبار القراء في مصر. الحقيقة إنه يا أخي الفاضل، هو تقرر شرعا وبرضه هو دل عليه الفتوى في الديار المصرية منذ زمن إن قراءة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر وكمان قبل صلاة الجمعة أمر مشروع في الجملة في العموم، يعني على أساس عموم الأدلة الشرعية التي جاءت في الحث على قراءة كتاب الله، وكمان جاءت في الحث على الاستماع إلى القرآن والإنصات إليه مطلقا من غير تقييد، يعني كما جاء ذلك في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والحقيقة برضو إنه لم يأتي في الشرع شيء يأيد قراءة القرآن قبل صلاة الفجر أو قبل أذان الجمعة، يعني ما فيش حاجة جت تأيد على الناس تقول لهم ما تقروش قبل صلاة الفجر ولا قبل صلاة، ما فيش، لم يأتي ما يقيد هذا الأمر وهو قراءة القرآن الكريم. كمان اجتماع الناس لقراءة القرآن الكريم يعني وسماع القرآن الكريم أمر مشروع بعموم الأدلة اللي جاءت برضو في الحث على الاجتماع على الذكر والقرآن، زي ما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كمان لم يأتي ما يمنع الاجتماع للقراءة والاستماع في هذين الوقتين اللي هو يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة أو قبل الفجر، لم يأتي ما يمنع ذلك. وإحنا عندنا من الأمور المستقرة والمعلومة في علم أصول الفقه إن الأمر المطلق يبقى على عمومه، فيشمل عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، ولا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل واضح، وإلا اللي بقى بيلبس على الناس الأمر كده هنعتبره ممن يضيق ما وسعه الشرع مبتدعا في الدين. والقاعدة اللي دايما بنذكر بيها من وقت للتاني ونأكد عليها كل حين، إنه ليس كل ما لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بيعد فعله من الابتداع في الدين، لأن الممنوع في الشرع هو إنك تحدث شيء في الدين مش من الدين، ولكن الإحداث في الدين بما هو من الدين بما هو منه مش بدعة. والربط الحقيقة بين عبادتين وهما صلاة الفجر أو الجمعة وقراءة القرآن الكريم أو الاستماع والاجتماع هو من الدين بلا شك، وبيأيد ده يعني كتير من الأدلة الشرعية على ذلك، كفعل الصحابي الكريم لما يعني كان بيصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولما رفع من الركوع فقال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي لم يعلمه هذه الصيغة عليه الصلاة والسلام، لكن النبي أول ما خلص الصلاة التفت وقال: من القائل؟ وبعد كده النبي بشره أنه رأى يعني 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بشره كمان أنه ما فتح عليه ده من هذا الذكر اللي هو ربنا أكرمه به ما تعلموش من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الملائكة بيتسابقوا مين اللي يكتب ما فتح به على هذا الرجل، والأدلة على ذلك كثير. بالنسبة لمسألة أنه أخذ الأجر على قراءة
القراء لكتاب الله تعالى في المناسبات المختلفة، فهو من الأمور المشروعة اللي جرت عليها عادة المسلمين من غير نكير، وعلى ذلك جرت العادة في أهل مصر عشان هو بيستنكر عليهم. طيب بيستدل على يعني بيستدل لذلك بما ورد في الصحيح عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، إن في نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم مروا كده، كانوا معديين بمكان فيه ماء، وهم كانوا في سفر، والناس دولت اللي عندهم المية دي كان فيهم لديغ، راجل مقروس كده من عقرب أو من ثعبان، فعرض لهم رجل من أهل الماء اللي هم اللي عندهم الماء ده وهم في رحلتهم، فقال: هل فيكم من راق؟ حد منكم يرقي؟ إن في الماء رجلا لديغا. فانطلق رجل من المجموعة دول من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، يعني إنه حيرقي مقابل الشاء، أي في مقابلة أخذها على سبيل الأجر، وبرئ ذلك اللديغ، فجاء بالشاء إلى أصحابه. فلما دخل على أصحابه بهذه الشاء كرهوا ده، وقالوا له: أنت أخذت على كتاب الله أجرا، ومرضوش إن هم يعني يقبلوا هذا الأمر، حتى إن هم قدموا إلى المدينة وقالوا لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث ده رواه الإمام البخاري. وبناء على كده فإن قراءة القرآن قبل صلاة الفجر أو قبل خطبة الجمعة واجتماع الناس على إن هم يسمعوا القرآن الكريم من القارئ، سواء ده كان بحضول القارئ نفسه للقرآن الكريم أو إحنا بنسمع القرآن ده عبر المذياع، أمر مشروع حسن يجمع الناس على كتاب الله تعالى، وبيهيئهم كمان لأداء الشعائر، وما فيش حرج شرعا في أخذ الأجر على قراءة القرآن الكريم زي ما سبق بيانه. وفي النهاية هقول: لو سكت الجهلاء لارتفع الخلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.